يعني شاب عمره 31 32 سنه بصراحه انا اشوفه معجزه ان يكون عندك هذا الادمان، مش بس كذا وفي اداره كل الملفات. الحق يعني نحن نعرف يعني كل السعوديين يشعرون بهذا اننا في عصر مختلف في رجل مختلف، يعني الامير محمد مختلف كثيرا عن غيره. يعني رجل ظاهره بامانه، ظاهره بكل المقاييس، وانا اقول هذا الرجل سيدخل التاريخ مش على مستوى المملكه، لا على مستوى حتى الوطن العربي وحتى في جيله في العالم. مع جلالة من سبقه، لكن هذه مواهب يقول عنها النابغة مواهب لا تعطى على نكد. يعني الله عز وجل يصطفي يختار، والحكم يعني فيه إنسان يقولون يولد ملك، لكن فيه إنسان يولد حاكم. فرق بين الاثنين فرق كبير. يعني الرجل يعني عنده حضور مش طبيعي، لغة أرقام وفهم ووعي وعمق وعنده رؤية وعنده نظرة، يعني مستوفي الدراسة. فهمتي؟ ولما يقولش احنا قررنا نسوي كذا نسوي كذا يقول لك طيب هذه رؤية مثلا الأمير محمد بن سلمان وبعدين استشار منه ولا كذا، أقول له شوف القيمة المضافة اللي في القرار. قرار مدروس حتى لو كان في ذهنه. فهمتي؟ فهذا الرجل يعني في حتى في ذهنيته يا خلود في ملفات في ذهنيته، عقلية تنظيمية، هو نفس عقلية تنظيمية. عبر التاريخ ولد ملوك كثير في انجلترا في اهل فرنسا وغيرهم، يعني ملوك حتى في المسلمين يعني زي كذا، وقد يموت ولم يترك اثر، لكن في انسان يولد حاكما، حاكم يعني يقضي يحكم بالعاميه بت، واعتقد يعني ان الامير محمد ولد حاكما ما شاء الله لا قوه الا بالله.